لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا مع عسيلة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني وروح يا عبد الله يا بن سالم يا بن فهد وصلوك وصلت الأسامي وصلت الأسامي أول الوصلات هيت سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني لبهرية لبهرية عبد سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني المركز الثالث تصرف تتقدم صبا هجن المرقاب ولكن لبهرية سعادة الشيخ عبد العزيز يفتتح الموسم سلام يا هذا الشعار سلام تهانينا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المركز الثاني ولكن المركز الأول الله يا سلام وابل 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 مع هجن تهجم الزبار Good morning يا بن سلامة صباحك خير مع هذا الشعار العملاق الله تهانينا تهانينا لهجن تهجم الزبار الشوط الرئيسي الأول مع بن سلامة هذا المضمر الشاب يقود الشوط الرئيسي محقق الناموس مع هذا الاسم ومع وابل تهانينا والناموس لهجن تهجم الزبار وللمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة المركز الخامس وصول وتقدم الهيبة لجن تهجم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري من التالحة بالتضمير لكن نعود نعود إلى عالية عالية على الصدارة عالية على المقدمة عالية على القيادة ووصلت على المركز الثاني تقدم السيطرة لمن سيطرت هذا الشوط مع شعار لجن تهجم الزبار مع اختلاف المضمرين من يقدمون لنا هذه النجوم الساطعة الحاضرة بمنافساتها القوية عالية 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 تختطف مجريات الشوط تختطف ناموس هذا الشوط التالي والتبريكات لهجن إنتاج أم الزوار والتالي المبارك بن محمد بن علي الجربيع من يقدم لنا أو قدم لنا عالية شعار الشوط الرئيسي يحضر شعار وابل وابل مع انطلاقة الصدارة مع المقدمة يقدم لنا هذا المضمر الشاب بن سلامة هذه الانطلاقات الجميلة هذه الانطلاقات المثيرة مع ميار ميار يا راعي وابل ينطلق مع الصدارة يجي انتاج يوم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة بن سلامة يقدم لنا الصدارة ما منا سلامة هذا الشاب يقدم دائما انطلاقات مثيرة النقطة الثانية لصالح هذا المضمر مع هجن إنتاج أم الزبار الثاني والتبريكات والناموس والتوقيت تحطم التوقيت تحطم لكن هدوء هدوء الشحانية هدوء الشحانية هذا هو الهدوء الذي يسبق عاصفة نتيجة هذا الشوط الأول الرئيسي سلام يا هدوء سلام وصلت الدانة وصلت الدانة الله يا سلام هدوء والدانة هدوء والدانة غرفاوي ولا شحاني هذا الشوط شحاني ولا غرفاوي الشحانية الشحانية تختطف هذا الشوط الأول الرئيسي يا سلام يا شبل يا سلام يا شبل الله 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 سلام يا هدوء سلام أشكرك يا شبل على هذه المواصيل وعلى هذه البداية الموفقة الشحانية الشحانية هجن الشحانية وهدوء تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي لتهدي الناموس لجماهير هجن الشحانية العملاقة تهانينا والناموس وسلام يا شبل سلام Awesome!
10 تهنئة صباحية نزفها جود مورنينج لهذا الشعار الكبير، جود مورنينج لبنصرير، جود مورنينج على فوز الحاصل لهجني إنتاج أم الزبار، يحقق في الشوط الرئيسي المفتوح مع هذا الصباح مع هذا الشعار العملاق ينتزع الشوط الرئيسي الأول. تهانينا تهانينا لهجني إنتاج أم الزبار، دونوه وسجلوا الحاصل فائزا بالشوط الرئيسي الأول مع مبارك بن صرير المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني المركز الثالث وصل التاريخ تاريخ، ولكن انطلقت انطلقت التماس التماس، بدأ الحماس بهذه الحظات مع انطلاقة التماس ومع تحديات حربة ومع تقدم التاريخ تاريخ، حربة التماس التماس على المركز الأول، التماس على الصدارة أول أشواط المنتجين. تحضر معنا التماس لتقدم هذه العروض المميزة، لتقدم هذا الانطلاق الجميل الانطلاق الفريد على الصدارة والمقدمة. تعود ملكية التماس لسعادة شيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني، المتابعة والتنظير مع هادي بن جر الله الجر الله المري. من يقدم لنا انطلاقة الصدارة؟ من يقدم لنا الجوكر؟ التماس من خطفت ناموس هذا الشوط الثاني، والتبريكات نزف ولسعادة شيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني، والتالي هادي بن جر الله الجر الله المري على هذا الفوز المستحق. منافس عتيم على البداية، عتيم لهجن انتاج ام الزبار، ومبارك بمحمد بن علي الجربوع المري يقدم عتيم على البداية، ينطلق وينفرد عن بقية المراكز بهذا العرض الجميل بهذا الانطلاق الجميل والرائع. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز. تهانينا تهانينا لهجن انتاج ام الزبار على هذا الفوز المميز مع عتيم على البداية، ومبارك ومحمد بن علي الجربوع المري. من قدم لنا عتيم بدون يوامر ولا تعليمات؟ العصا في الابطان. مشكور يا المري، مشكور يا مبارك، يا ابو محمد يا علي بن صرير المري مع عتيم على البداية. عتيم ينتزع هذا الناموس المميز، سلام هجن انتاج ام الزبار، والتوقيت يتحطم مشاهدي الاعزاء تحت اقدام. قوية لهذه الشعارات للمشاركين للجماهير بأنه حاضر في هذا الموسم بكل قوة بكل قوة. الشقب والعصا في الأبطال بدون أي أوامر. ماذا دهاك يا بن جبران؟ ماذا فعلت يا بن جبران؟ نقطة رئيسية بدون أي أوامر، بينما الخطورة أراها بالعين المجردة من هجن الشحانية على المركز الثاني، ولكن الشقب ولكن هجن الشقب تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي ونقطته الرئيسية لسن الجداع. الشحانية قادمة ولكن زمجرة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. تهانينا والناموس لهجن الشقب ولسعادة الشيخ جعاب بن حمد آل ثاني وللمضمر سالم بن جابر بن جبران بن جبران. تهانينا والناموس. المركز الثاني والمركز الثاني، المركز الثاني قادم قادم دكاك ايضا بشعار هجن الشحانية ومع شبر المضمرين، لكن المركز الاول ما شاء الله ما شاء الله هذا هو زاهي زاهي الشحانية على المركز الاول على الصدارة على المقدمة، يحقق ناموس الشوط الاول الرئيسي على المركز الاول. ها هو بكل هدوء ينتزع ويحقق الناموس. جود مورنينج الشحانية، جود مورنينج للعطية، جود مورنينج لزاهي، صباحك خير يا زاهي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا تهانينا والناموس على تحقيق زاهي ناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني أنطاكيا أنطاكيا، تغيرت الأمور، ما زالت الأمور مع الشقب مع الشقب
ولكن بإسميني ثنائية لهجن المرقاف، لهجن المرقاف. الشحانية تحاول، الشحانية المرقاف من وحوش محمد بن خالد العطية. اللحظات الحاسمة، هجن المرقاف، هجن المرقاف مع سعود بن وحوش الوهيبي. تنتزع هذا الشوط الرئيسي بثنائية، بثنائية ولا أجمل. الله يا هجن المرقاف، الله يا هجن المرقاف. أشكرك يا بن وحوش، أشكرك يا بن وحوش على هذه المستويات، على هذا الاستعراض للشعار ولهذه الثنايا. سلام يا هجن المرقاف، سلام، سلام عليك يا سعود بن وحوش الوهيبي. تهانينا والناموس لهجن المرقاف على انتزاعها للشوط الأول الرئيسي. الرئيسي الأول لكن شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني مع إرجنت. يا لهذا الاسم قادم بالمركز الثالث يبحث عن خطف الناموس، لكن الناموس عن نابي، عن نابي شحاني مع سالم بن فاران. صوت يا سالم يا بن فاران. قب قب على المركز الأول، ينطلق ينطلق شعف. قب يا شعف. الله، جود مورنينج بو جابر، جود مورنينج. صباحك ناموس، صباحك خير على انتزاعي وتحقيق شعف. ما يبغي لعصا يا بو جابر، ما يبغي لعصا، ما يستاهل. والله والله ما يستاهل العصا. شعف على المركز الأول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فران. عبد الله بن ثاني آل ثاني، ولكن التسلل يا مخرجنا العزيز من قبل الغشامية، غشامية الشحانية، وعادت قطنة. يا سلام يا سلام، قطرة والغشامية وسحابة، ولكن قطرة 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 عادت لتنتزع ولتختطف هذا الشوط الحساس، هذا الشوط الأول الرئيسي. شحاني شحاني، ولا إلى شعار قطرة، ولا إلى شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. اللحظات الحاسمة، المضمرين، معركة الكبار، معركة الكبار. شوطنا الرئيسي المفتوح مع قطرة، مع قطرة. ناموس الحيل المفتوح مع قطرة. تهانينا لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وسلام يا قطرة سلام. تهانينا أيضا لراشد بن عبد القادر البلوشي. مع الحوت، مع المشاغب، هذا هو وذنان، وذنان آخر يقدمه هذا المضمر الفيلسوف، المضمر الذي سجل حروفه من ذهب في هذا العالم الساحر، محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذا هو وذنان، وذنان، وذنان الشحانية، وذنان الشحانية. حيوا 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 وذنان، حيوا الشحانية، حيوا العطية، حيوا جود مورنينج العطية. صباح الخير يا محمد يا بن خالد يا بن عبد الله يا العطية، من ضمر وقدم وذنان في الشوط الرئيسي الأول محققا هذا الناموس. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يا قطار عشي بعز وحنا، شفت نوم سلابته لابته وقفته شوميلة شوميلة شوميلة.